أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات الطاقة الروسية في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى بذل جهود حثيثة للعثور على بدائل للنفط والغاز الروسيين. فما هو الأثر الذي يمكن أن يتركه فرض عقوبات على صادرات النفط والغاز على الاقتصاد الروسي؟ وهل تستطيع أوروبا الاستغناء عنهما بالفعل؟ ومن أين تأتي البدائل؟ وكم تحتاج من الوقت لكي تتوفر بالفعل؟ فرض عقوبات على إمدادات النفط والغاز الروسية سيكون بمثابة طلقة في الرأس بالنسبة للاقتصاد الروسي، ولكنه سيكون طلقة في القدمين بالنسبة للاقتصاد الأوروبي أيضا. تحتل عائدات النفط والغاز 40% من الميزانية الروسية التي تبلغ نحو 330 مليار دولار، وانقطاع هذا العائد مع جملة العقوبات الأخرى يعني انهيارا لا سبيل لتحاشيه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف أين تكمن قوته، فأوروبا تستورد منه نحو 40% من احتياجاتها من النفط والغاز وأكثر من كل الدول الأوروبية الأخرى، فإن ألمانيا وحدها تستورد نحو نصف احتياجاتها من روسيا، وهو ما يجعلها الحلقة الأضعف في التوجه نحو معاقبة روسيا في هذا القطاع. والمسألة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا أبعد من مجرد الحاجة إلى مصادر للطاقة، إذ ما تزال هناك ثلاثة مفاعلات نووية تعمل من بين 20 مفاعلا اختارت برلين أن توقفها عن العمل طوعا. ما هو جار الآن هو أن الولايات المتحدة تبحث عن بدائل للتعويض بنفط من إيران وفنزويلا وغاز من الجزائر وقطر وبعض دول غرب أفريقيا. إدارة الرئيس بايدن قدمت تنازلات لإيران التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي للغاز بعد روسيا وقطر، وتستطيع أن تضخ نحو 3 ملايين برميل يوميا. إدارة بايدن أرسلت وفدا إلى فنزويلا لإقناعها بالتخلي عن صداقتها مع روسيا مقابل رفع العقوبات عنها، وهذا ما يمكن أن يضيف 2 مليوني برميل من النفط. نجحت روسيا أم لم تنجح في احتلال أوكرانيا، فإن الطلقة في الرأس قادمة، ليس لأمر يتعلق بأوكرانيا بالذات، ولكن لأمر يتعلق باستقرار النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. إنه صراع حياة أو موت بالنسبة لواشنطن. مباشرة إلى كلمة الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمام مجلس العموم البريطاني عبر الفيديو. التواريخ، النساء والأطفال والنساء، كل الشعب الأوكراني، ومنذ هذا اليوم لم ننم. لقد كنا نحارب، جميعنا كنا نحارب من أجل بلدنا، وفي اليوم الثاني كنا نحارب ضربات جوية، والقوات المسلحة الباسلة الأوكرانية كانت تحاول أن تحارب وتوقف هذا الغاز. وحينما القوات الروسية طلبت منا أن نلقي السلاح لم نفعل، واستمرنا في القتال، إن قوة شعبنا هي التي تنتصر وستستمر حتى النهاية. واليوم التالي استمر فيه القتال، وجيشنا أظهر شجاعته، وتمكننا أن نرى حقيقة شعبنا وأفضل ما فيه. وفي اليوم الرابع نحن بدأنا في أسر الروس ولم نعذبهم أبدا، لقد تعاملنا معهم بمنتهى الإنسانية على الرغم في ظل هذه الحرب الغاشمة. وفي اليوم الخامس العدوان استمر على الأطفال واستمر على المدن،
والقصف لم يتوقف أبدا في كل أنحاء البلاد، حتى قصفوا المستشفيات وهذا لم يهزمنا. وهذا جعلنا نشعر أننا على الحق. في اليوم السادس الصواريخ الروسية قامت ب الصواريخ الروسية ضربت المناطق التي قتل فيها النازيين المواطنين الأبرياء، والروس قاموا بقتل الناس في المكان الذي قتل فيه النازيين في السابق. نحن رأينا دبابات روسية تقوم بضرب محطات الطاقة الكهربائية، وهذا عدوان على الجميع. وفي اليوم التاسع كان هناك اجتماع لبلدان الناتو ولم يسفر عن النتيجة التي تمنيناها. نعم، هذا الأمر أثر فينا، وللأسف شعرنا أن هذا التحالف لا يعمل بالشكل المناسب طوال الوقت. وفي اليوم العاشر أوكرانيا استمرت في المقاومة، وكنا نوقف الدبابات بأيادينا. وفي اليوم التالي الأطفال والمدن والمستشفيات تم قصفها، وأصبح الأوكرانيون أبطال، فالمدينة كلها كانت تدافع عن بلادنا. فهناك 10,000 من الخسائر البشرية في روسيا، وأيضا نحن قتلنا جنرال روسي، وهذا أعطانا أمل أنه سيكون هناك مساءلة لهؤلاء الأشخاص، وأن هؤلاء الأشخاص سيتم محاكمتهم. وبعد ذلك مدينة ماريوبو قتل فيها طفل حينما هاجمت القوات الروسية، فهم لا يسمحوا بدخول الطعام والمياه، والناس تشعر بالفزع. الجميع سمع أن الناس لم تحصل على مياه خلال 13 يوما الماضية. قتل فيها 50 طفل. هؤلاء الأطفال كان يمكن إنقاذهم، ولكن هؤلاء أخذوهم مننا. المملكة المتحدة، أوكرانيا لم تسعى لهذه الحرب، نحن بلد ينقذ الناس على الرغم من كل ما يحدث، وعلى الرغم من أن علينا أن نواجه واحد من أكبر جيوش العالم. يجب أن نحارب الطائرات ونحارب الصواريخ، والسؤال الذي أمامنا الآن أن نكون أو لا نكون، وهذه ليست عبارات بلاغية ولكن هذا حقيقي. هذا السؤال يتردد دائما ويسأل، ولكن الآن يمكن أن أعطيكم إجابة حاسمة واضحة. نعم سنكون. وأريد أن أذكركم بأن المملكة المتحدة سمعت كلماتنا، وهذه كلمات في غاية الأهمية، وهي أننا لن نستسلم ولن نهزم، وسنحارب حتى النهاية في البحر وفي الجو وعلى الأرض أيا ما كانت التكلفة. سنحارب في الغابات وفي الأنهار وعلى الشواطئ وفي الشوارع،
وأريد أن أضيف أيضا أننا سنحارب على شواطئ الأنهار المختلفة، ونحن نتطلع إلى مساعدتكم ونتطلع إلى مساعدة البلدان المتحضرة. نحن شاكرون لهذه المساعدات، وأنا ممتن جدا لك معالي رئيس الوزراء بوريس. رجاء ضعف العقوبات على هذا البلد، رجاء اعتبروا هذه البلد كبلد إرهابية، ورجاء تأكدوا أن الأزمة الأوكرانية لا تنسى. رجاء افعلوا ما يجب فعله، وافعلوا ما الذي يمليه عليكم عظمة بلدكم. أتمنى حظ سعيد لأوكرانيا وللمملكة المتحدة. إذن مشاهدينا، تابعنا جانبا من كلمة الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمام مجلس العموم البريطاني، والتي استعرض فيها واقع حال الأوكرانيين خلال الحرب وصمودهم بوجه الآلة الحربية الروسية، والذي قال: إننا تعاملنا بإنسانية مع الأسرى الروس ولم نعاملهم بوحشية رغم وحشية الحرب وقصف الروس الكثير من المنشآت المدنية والمدارس والمستشفيات، وذكر بمقتل 50 طفلا أوكرانيا. أيضا قال إن الروس يمنعون الطعام والماء والمساعدات من الوصول إلى المدنيين، وهناك حالة فزع كبيرة في أوكرانيا، ورغم ذلك فإن الأوكرانيين مستمرون بالقتال على كل الأصعدة حتى ينتصروا. وقال: نكون أو لا نكون هي حرب وجودية بالنسبة لنا وسننتصر. وطلب من بريطانيا مضاعفة العقوبات واتخاذ ما يلزم لمواجهة الروس بوصفهم بلدا إرهابيا كما جاء على حد وصفه. إذن كان هذا ملخصا لكلمة الرئيس الأوكراني أمام مجلس العموم البريطاني. مباشرة مشاهدينا نعود إلى موضوع الحظر الأمريكي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بايدن على واردات الطاقة من روسيا، وأرحب بضيفي من واشنطن السيدة هديل عويس الباحثة السياسية، وأيضا معنا من موسكو الدكتور رولاند بيغاموف الباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكم. أبدأ من واشنطن. أستاذة هديل، كيف يمكن قراءة قرار الرئيس الأمريكي بايدن قراءة صحيحة وفي هذا التوقيت حظر واردات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة من دون موافقة وتضامن الحلفاء؟ نعم، شكرا لك. وضع الحلفاء مختلف عن وضع واشنطن. واشنطن هي واحدة من الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم، يعني هي توب 5 في احتياطيات النفط والغاز، وتستورد فقط 10% من طاقتها من روسيا، وبالتالي القرار أسهل عليها أن تأخذه بسرعة. ولكن الحلفاء أيضا يأخذون الآن خطوات حتى على المدى الطويل يتخلوا تماما عن استيراد الطاقة من روسيا، بعد أن اعتبروا روسيا لسنوات ليس ند ولا خصم ولكن شريك تجاري. اليوم بريطانيا تقول أنها قبل نهاية العام 2022 ستستبدل الطاقة الروسية بطاقة من دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة. ألمانيا التي لا تمتلك موانئ مناسبة لاستقبال حاملات النفط والغاز الآن بدأت تبني موانئ، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لروسيا. روسيا صحيح أنها تقول الآن ستبيع طاقتها لدول أخرى مثل الصين، ولكن مثل ما الأمر هو أكثر كلفة على ألمانيا حين ستشتري الطاقة من دول بعيدة عنها، أيضا الصين ستشتري الطاقة الروسية بمبالغ أقل. سيكون هناك أثار على المشتري الأمريكي، الأسعار سترتفع، ولكن الغاز هو جزء بسيط، الطاقة هي جزء بسيط من الاقتصاد الأمريكي، بينما روسيا تعتمد اعتماد كلي على الطاقة وعلى الغاز لكي تمول نفسها. في النهاية الناتج الإجمالي المحلي لولاية أو مدينة نيويورك الأمريكية وحدها هو أكبر من الناتج الإجمالي المحلي لروسيا برمتها، وبالتالي طبعا الأثار هي أكبر على الجانب الروسي، ورأينا أن خطوات متشددة من هذا النوع لم تأتي إلا مع التصعيد الروسي. طيب، هنا أستاذ هديل أريد أن أناقش الأمور بندا بندا كما تفضلتي. أولا، صحيح أن الولايات المتحدة لا تعتمد كثيرا على واردات الغاز والنفط الروسيين، ولكن أسعار الطاقة أسعار عالمية، إذا ما ارتفعت في أي مكان فهذا يعني أنها سترتفع أيضا في الولايات المتحدة، وهذا يؤثر على قدرة المستهلك الأمريكي الذي أساسا يعاني من ارتفاعات غير مسبوقة وتاريخية بأسعار الطاقة، والرئيس الأمريكي يعول على انتخابات
انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، ألا يعني هذا تراجع في شعبية الديمقراطيين وشعبية الرئيس وبالتالي أثرا أكبر على الولايات المتحدة شعبيا وسياسيا؟ نعم، أولا بالنسبة لأسعار الطاقة التي ترتفع في الولايات المتحدة، قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن للشعب الأمريكي، هناك ثمن للدفاع عن الديمقراطية ولا بد علينا من أن ندفعه. قبل أيام سجل الاقتصاد الأمريكي أعلى نسبة على الإطلاق في أعداد أو حجم فرص العمل المطروحة في السوق الأمريكية. أما عن الشعبية للرئيس جو بايدن، فللمفارقة أن كل هذا الخلاف والشقاق في التيار السياسي الأمريكي تقريبا غاب أمام الملف الأوكراني. هناك نوع كبير من التوحد حول ضرورة أن يكون هناك تطبيق ضغوطات أمريكية على روسيا، واليوم هذا القرار الذي أخذه الرئيس جو بايدن هو أيضا بإجماع الكونغرس الأمريكي بحزبه الجمهوري والديمقراطي، ربما الحزب الجمهوري أيضا يرغب بخطوات إضافية أكثر تصعيدا. هذا الأسبوع أيضا الكونغرس الأمريكي سيصادق على طلب الرئيس جو بايدن بتمويل أوكرانيا بمبلغ 10 مليار دولار، نتحدث عن مبالغ طائلة كبيرة جدا اليوم تنفقها الولايات المتحدة والغرب على الملف الأوكراني، وهذا يتحدث عن القدرة الاقتصادية للمحور الغربي في مواجهة روسيا وقدرة هذا المحور على تطبيق ضغوطات اقتصادية من كل الأشكال على الجانب الروسي. ربما الحديث عن المحور الغربي يحتاج إلى بعض التدقيق وسنعود إليه. دكتور بيغاموف، أهلا وسهلا بك إلى هذا الحوار. كيف تفهم روسيا هذه الخطوة الأمريكية التي اتخذها الرئيس بايدن بمعزل عن مصلحة الحلفاء؟ وهناك ثمة اعتراضات من ألمانيا قالوها بوضوح، غير جاهزين الآن لقطع واردات الطاقة الروسية. نعم أستاذ سلا، أهلا بك وبضيفتك من واشنطن. أود أن أقول أنه كان من المفروض على الأمريكيين حتى لحفظ على ماء الوجه أن يتخذوا هذا القرار، لأن في حين يضغطون على الدول الأوروبية ويطلبون فرض العقوبات على روسيا، خلال السنوات الأخيرة الماضية الإحصائيات تقول أن التجارة الخارجية بين روسيا والولايات المتحدة تزداد وترتفع. إذن هناك يعني ازدواجية في التعامل مع روس، وأعتقد أن هذه خطوة يعني بمثابة يعني فرض الأوامر الاقتصادية على الاقتصاد. هذه السياسة كانوا يمارسونها في الاتحاد السوفيتي، كان أحد أسباب من تدميره يعني السيطرة على الاقتصاد بأوامر. اليوم نحن في العالم الليبرالي وروسيا في منظمة التجارة العالمية يستخدمون السياسة، يفرضون السياسة على الاقتصاد. إذن يعني هي في الآخر يعني من الآخر هي العلاقة بين المشتري وبين البائع. أمريكا لا تريد تشتري من روسيا، هذا حقها، يشتري في مكان آخر، السوق موجودة وروسيا تبيع في مكان آخر، ليس بسهولة أن تتغير كل هذه الأمور. أما هذه القرارات العشوائية قد أولريدي وضعت يعني النفط اليوم يعني وورلد يعني غرب تكساس الوسيط ارتفع، برينت ارتفع، وهناك بعض الأحاديث أنه حتى إمكانية الارتفاع إلى 300 دولار لبرميل. طبعا أنا لا أصدق إلى ذلك، وربما لا تعود الأمور إلى هذا النحو، ولكن مخطئون. لماذا لا تصدق أن الاقتصاد الروسي سينهار؟ فقط اسمح لي هنا، تقول أن سعر برميل النفط لا يمكن أن يصل إلى 300 دولار، ولكن اسمح لي أن أورد لك ما قاله السيد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي. هو قال بأن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى هذا الحد إذا ما حضرت واشنطن وأوروبا واردات الخام من روسيا. نائب رئيس الوزراء يقول هذا. أدري أنا صحيح كنت أقصده مع كل الاحترام لنائب رئيس الوزراء، ولكن أعتقد أن كان نوعا من المبالغة في كلامه. ولذلك قلت رأيي الشخصي. يعني هناك آراء أخرى طبعا، لأن هناك لازم أن نبحث ونحلل الطلب والأرض وجميع العوامل الاقتصادية الأخرى. هو ربما قال يعني الكلمة يعني في يعني كتعبير يعني يعني تعبير لغوي، مثل ما زميلة قالت لنا جي دي بي روسي تساوي جي دي بي نيويورك. هو صح يساوي جي دي بي نيويورك من حيث الطريقة معينة للحزبة، ولكن هناك حزبة أخرى
التي تأخذ في عين الاعتبار القدرة الشرائية. إذا نحسب الجي دي بي والناتج المحلي لروسيا ما الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية روسيا، روسيا في المرتبة السادسة. إذن هناك المبالغة في ولكن الجي دي بي على مستوى الولاية مجمل الناتج المحلي دكتور بيغاموف في روسيا تعتمد كثيرا في ميزانيتها تقريبا 40% على صادرات الطاقة، وقرار مثل هذا لا يمكن أن يكون هامشيا في وقت العقوبات من كل جهة وصوب تأتي كالسهام على الاقتصاد الروسي وأيضا معزولة عن نظام السويفت، وبالتالي ما بقي في الميزانية الروسية لا يكفي لإدامة الحرب فضلا عن تسيير أمور الحياة. جميل جدا، أنا كنت أنتظر هذا السؤال منك أستاذ ألا. أولا صادرات النفط والغاز هي ليست 40% بس 36%، وأيضا رقم كبير. وروسيا كانت دائما تسعى، نزلت من 70%، يعني في التسعينيات كانت 70 و80%، ودائما تسعى إلى خفض هذه النسبة. فأيضا هناك إحلال الواردات، أيضا هناك السوق التي ونقطة مهمة جدا يعني هي فيما يتعلق سويفت. السويفت يعني هو مقطوع فقط على البنوك، على 5 أو 6 بنوك المرتبطة برئيس بوتين كما يزعمون. أما على سبيل المثال غازبروم بانك الذي يورد الغاز إلى أوروبا ونفط، يعني غازبروم بانك سويفت شغال يعني عادي. يعني يوميا روسيا تورد فقط عبر أوكرانيا 109.5 مليون متر مكعب من الغاز عبر منظومة الأنابيب الأوكرانية فقط. هذا بالإضافة إلى منظومة يامال أوروبا والتيار الأزرق والتيار التركي. وعندك أيضا نورد ستريم 1. نعم، هناك تهديد بقطعه. لأشرك دكتور بيغاموف في هذه النقطة الأستاذ هديل. أستاذ هديل، الألمان موقفهم واضح كان من مسألة العقوبات الأمريكية والدعوة إليها، حتى أن هناك إحدى الوزيرات وزيرة الطاقة قالت بالنص هذه العقوبات التي يمكن أن تؤثر على قطاع الطاقة في ألمانيا لن توقف الحرب وستطفئ الأنوار في ألمانيا وسنضطر ربما للعدول عن هذه العقوبات، أي أن هناك بونا شاسعا ما بين الرؤية والرغبة الأمريكية والرؤية والرغبة الأوروبية. لا أتفق أنه بقي بون شاسع بين الموقف الأمريكي والألماني تحديدا فيما يتعلق بفرض الضغوطات على روسيا. ربما من أكثر الأشياء المذهلة التي حدثت في هذه الحرب حين قرر بوتين اجتياح أوكرانيا هي الموقف الألماني. ألمانيا منذ أكثر من 10 سنوات تقول نحن لا نريد روسيا كخصم، لأن دولتان قويتان في أوروبا روسيا وألمانيا باقتصادين ضخمين، وطبعا الاقتصاد الألماني أضخم بمرات من الاقتصاد الروسي، يعني الخصومة بينهم تؤدي إلى الكثير من التوتر وانعدام الاستقرار. لذلك ألمانيا وحتى أمريكا يعتقدوا أن الحرب الباردة كانت قد انتهت وتصرفوا مع روسيا فعلا كشريك تجاري مثل ما ذكر ضيفك الكريم، ولكن رأينا أنه مع هذا الحرب كأنه استفاقت ألمانيا. ألمانيا غيرت قوانين لم تغيرها منذ الحرب العالمية الثانية، بدأت صحيح. تمول جيشها الخاص بأكثر من 100 مليار دولار. اليوم ألمانيا باقتصادها الضخم ستنفق أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي المحلي على حلف الناتو، وهذا يعني أن حلف الناتو سيتضخم بشكل كبير بعكس ما أراد الرئيس بوتين. في جزئية فرض العقوبات على الغاز والنفط الروسي، نعم ألمانيا ليست هناك بعد، ولكن ألمانيا مثل ما ذكرت في بداية هذه الحلقة بدأت تأخذ خطوات بعيدة المدى لتتخلى عن الغاز الروسي بعد أن كانت قد اعتقدت أن الحرب الباردة انتهت. بنت قد يكون أستاذ هديل هذا صحيح، قد يكون ما تقولينه صحيح تماما، ولكن الألمان وكثير من الأوروبيين يقولون أن البدائل غير متوفرة حتى الآن، والولايات المتحدة لم تراعي مصالح الحلفاء، وهذا يضيف ربما ألوان قاتمة جديدة، صفحة جديدة من الأنانية الأمريكية في التخلي عن حلفائها وقت الشدائد.
يعني أمريكا لنكن صريحين هي تبعد محيطات عن أوكرانيا وعن الدول الأوروبية، ومسألة التصعيد الروسي في أوكرانيا هي تضر الأمن القومي الأوروبي في البداية والنهاية. يعني ألمانيا حين رأت أن هذه الحرب حقيقية هي من بدأت تصعد، بدأت ألمانيا تأخذ قرارات تاريخية وترسل سلاح. دول حيادية تماما مثل السويد، مثل سويسرا وفنلندا، بدأت أيضا تصعد وتخشى من الجانب الروسي. لذلك هو ليس موقف أناني أو غير أناني من قبل الولايات المتحدة، هو أسهل على الولايات المتحدة في هذه اللحظة أن تتخلى عن الطاقة الروسية. ولكن مثل ما ذكرت، أنا أرى مؤشرات على أن بريطانيا ستأخذ نفس القرار، ألمانيا على المدى الطويل هي ستأخذ أخذت نفس القرار. صحيح البدائل غير موجودة، صحيح البدائل غير موجودة في الوقت الحالي وبشكل مباشر، ولكن البحث جاري عن البدائل. اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد الألماني لن يعدم الوسيلة. هناك اليوم بناء موانئ، هناك اليوم حديث مع دول في الشرق الأوسط، حديث مع دول مثل أذربيجان، عدد من الدول الغنية بالطاقة اليوم تتحدث. الولايات المتحدة نفسها صاحبة أكبر احتياطيات للطاقة في العالم اليوم. هناك دفع للرئيس بايدن وضغط على الرئيس بايدن بأن يتخلى عن خطته لمكافحة تغير المناخ ويسمح استثمار النفط والغاز الأمريكي. وبالتالي أعتقد أن أهم في هذا الموضوع هو أن اليوم الدول الغربية أوروبا وأمريكا يتحول من اعتبار أن الحرب الباردة انتهت وأن روسيا ليست خصم إلى النظر جديا بأن الخصومة مع روسيا عادت لتكون طيب. مقدمة وأولوية في علاقاتهم الخارجية. دكتور بيجاموف، إلى أي مدى تعتقد أن هذا القرار الأمريكي والذي لحقته بريطانيا ورغم حالة الانقسام الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي يشكل عامل ضعف إلى وحدة الموقف الأوروبي المنقسم أصلا وتستفيد منه روسيا؟ هو المنقسم، ولكن تستفيد روسيا منه أو لا تستفيد، يعني هو منقسم في حد ذاته. روسيا لم تكن يعني تجبر بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، هذا لا نستطيع أن نلقي اللوم بروسيا. البريكسيت نمرة أولى. ونقطة ثانية أود أن أشير إليها، أوروبا، الاتحاد الأوروبي وخاصة حلف ناتو، أنا أعتقد أن هناك كان خطأ في يعني عملية كانت صارية جدا لاستوعاب ولضم الأعضاء الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي. وأكثر من ذلك المشكلة هي مع الحلف الناتو الدفاعي المزعوم التي رأينا 3 موجات من توسعه و5 موجات ووصل على عتبة روسيا. وهناك أوكرانيا التي دولة يعني هي يعني رسميا ليست عضوة في هذا الحلف، ولكن في الحقيقة حتى الجيش الأوكراني مندمج تماما كشريك استراتيجي في الهيكلية لحلف الناتو. وهناك المخابرات الأمريكية حتى تعطي جميع المعلومات للجيش الأوكراني، وهناك تم الكشف عن المختبرات البكتيريولوجية الجرثومية في أوكرانيا حاليا، ووجدوا هناك كمبيوترات التابعة لحلف الناتو وأشياء أخرى. يعني إذن ما نشهده اليوم هو حرب بالوكالة في أوكرانيا. يعني أمريكا تحارب بأيادي أوكرانيين، أما أوروبا هي منقسمة في حد ذاتها. هناك أوروبا قديمة، ألمانيا وفرنسا التي كانت بالفعل روسيا تعتبرها شركتان. هناك أوروبا جديدة، الدول الأوروبية ما يطلق عليهم الأوروبيون الصغار. هي المشكلة مع الأوروبيون الصغار، يعني كل رهاب الروس والعداوة مع روسيا تأتي من هذه ألفية الدول مثل دول البلطيق وبولندا، والآن استطاعوا أن جري بلغاريا أوكرانيا لهذه الدول. ولكن هو ليس إلا تكرار السيناريو التي كان في القرن العشرين. كان هناك مشروع سياسي لكونفدرالية 12 دولة تحت تسمية تريماريوم أو كونفدرالية البحار الثلاثة، يعني البلطيق والبحر الأسود وأوكرانيا، هو فتنة مشاكل مع روسيا. دكتور بيجاموف، إجابة مختصرة جدا لو سمحت، ما هي الردود الروسية على هذا القرار الأمريكي؟ هل يمكن أن يغلق نورد ستريم 1؟
لا، يعني حتى النوك قال أنه يمكن لروسيا أن ترد بنورد ستريم، بقفل نورد ستريم 1، لأن لديها أسباب قانونية، ولكن روسيا حتى الآن لا تريد ولا ترغب أن تفعل ذلك. يعني روسيا تنفذ جميع واجباتها، حتى أكثر من ذلك نورد ستريم 1 هو طاقة تسميمية 55 مليار متر مكعب، والآن شغالة بطاقة 60 مليار متر مكعب، وتورد الغاز إلى أوروبا إلى ألمانيا. أستاذة هديل، ذات السؤال، ماذا إن أغلقت روسيا أنابيب الغاز والطاقة إلى أوروبا وتجمدت من البرد وانطفأت الأضواء فيها، ماذا سيكون الموقف الأمريكي؟ لا أعتقد أن هذا سيحدث. يعني اليوم لا يسقط ويهبط الروبل الروسي هكذا من دون سبب، لأن الاقتصاد الروسي متأثر وبشدة بالعقوبات. لذلك لا أعتقد روسيا أنها ستتوقف عن بيع الطاقة لأوروبا، لأنها بأمس الحاجة اليوم إلى الموارد، وهي تبيع الغاز لأوروبا بأسعار عالية، بينما إذا اشترته منها الصين التي عودتنا على أنها دولة إمبريالية انتهازية فستشتريه بأبخس الأثمان كما فعلت مع النفط الإيراني، وبالتالي ليس من صالح روسيا أبدا أن تفعل هذا، ولا أعتقد أنه سيحدث. شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر سكايب هديل عويس الباحثة السياسية، وشكرا إلى ضيفنا في موسكو الدكتور رولاند بيغاموف الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكما.